الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، اعلم أن من معاني الإحاطة في اللغة العربية الإهلاك، وقد ورد الإحاطة بهذا المعنى في كتاب الله عز وجل في جمل من المواضع، منها قول الله عز وجل: والله محيط بالكافرين، أي مهلك الكافرين. فهنا الإحاطة بمعنى الهلاك أو الإهلاك. ويشهد لهذا أيضا قوله تعالى عن يعقوب أنه قال لبنيه: لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وقد اختلفت السلف في تفسير الإحاطة هنا، فمنهم من قال: إلا أن تغلبوا، ومنهم من قال: إلا أن تهلكوا، وهو من باب تفسير التنوع للتضاد، لأن الهلكة يسبقها الغلبة، فإذا غلبوا هلكوا. ومن هذا المعنى أيضا قول الله عز وجل: وأحيط بثمره، أي هلك ثمره. ومنه أيضا قول الله عز وجل: وظنوا أنهم أحيط بهم، أي أنهم هلكوا أو سيهلكون. فإذا من جملة مقتضيات الإحاطة التي نضيفها لله عز وجل إحاطة الإهلاك، إحاطة الإهلاك، أنه محيط بالكافرين أي مهلكهم.